لا شك أن هذا الاستهداف هو لمحور المقاومة، ويجب ألا ننسى أن العدو الصهيوني كان قلقا جدا من انبعاث هذا المحور كنتيجة للحرب على سوريا، وقد أكدت دراسات أمن القومي الإسرائيلي منذ أكثر من عامين على أن الشيء الذي لم تحتسبه إسرائيل هو ولادة هذا المحور من العراق، من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، وأنها لن تستطيع بعد اليوم أن تشن حربا على دولة واحدة من هذه الدول. ولذلك فإن استهداف الشهداء هو استهداف لهذا المحور. ولكني أود بعد إذنك اخترامي أن أتوجه للمعجبين بالغرب والمستلبين بإرادتهم اتجاه هذا الغرب، أنه لا يفعل بالضرورة أشياء ذكية أو أشياء تخدم مصلحته. فأنا أعتقد أن هذا القرار كان صهيونيا بامتياز، وأنه ضد الشعب الأمريكي وضد مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأنا نرى تفاعل هذا القرار سواء في الداخل الأمريكي أو في العالم الإسلامي أو في العالم برمته. طيب دكتورة، في يعني في المعنيون أنتم بالرد، السيد نصر الله قال بأنه في رد خاص بإيران وبالعراق، وبالنسبة لمحور المقاومة سوريا جزء من محور المقاومة، أنتم معنيون بالرد؟ يعني أنا بالنسبة لي إذا سمحتي لي، أنا أعتبر لقاء الرئيسين اليوم في دمشق والزيارات التي قاما بها جزء من هذا الرد الحقيقة، وإن لم يكن ربما هما قررا ذلك، ولكن أنا أراه جزءا من هذا الرد. ولا أعتقد أن الرد سوف يكون يعني آنيا أو مقتصرا على عمل هنا أو عمل هناك. أعتقد أن الرد هو أكبر مما نتصور بكثير، لأنه كما قلت أراه أنه بدأ مرحلة جديدة وفتح الأعين في العالم على أخلاق وثقافة وعمل مقاوم سوف ينضم إليه ملايين البشر في كل أنحاء العالم، وربما تبدأ مرحلة جديدة عزيزة على قلوبنا في مكافحة الهيمنة الاستعمارية والاستيطان والإرهاب. ربما لا نكتشف النتائج اليوم، أنا أعتقد أن النتائج أكبر بكثير مما نتخيل.